تونس الكبرى العاصمة، المفروزين أمنيا يحتجون بشارع بورقيبة. منوبة، قوات الأمن تفض اعتصام عمال شركة مصفات. ولاية المنستير، محاولة انتحار جريح الثورة مسلم قصد الله. ولاية سيدي بوزيد المكناسي، استئناف اعتصام مطالبين بإعادة فتح منجم الفوسفات وتعليق بقية الاعتصامات إثر وعود حكومية. ولاية صفاقس جبنيانة، تعليق الإضراب إثر وعود من الوالي. ولاية قفصة الحوض المنجمي، توقف نسبي للاعتصامات وتواصل المحاكمات. ولاية قبلي مواجهات وحظر تجول على خلفية حملة وينو البترول.